السلام عليكم متتبعين قناه ديف كويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفقس اللي كيجي زوين بزاف. كي كتشوفوا دابا ان شاء الله راه العيد قريب وكبدينا في الغاطو ان شاء الله. كنحتاج لهذا الفقس هذا كاس ديال العنبه، ديال الزيت، زيت المائده، خماره، وعندي وحده فاني، قبيصه ديال الملح، عندي هنايا النافع، عندي شويه ديال حبه حلاوه، عندي معلقه كبيره ديال النافع ونص معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، عندي 50 غرام ديال زريعه الكتان اللي كتشوفوا، نقرب لكم مزيان هكذا باش تبان لكم، وهذا النافع وحبه حلاوه. عندي 50 غرام ديال الجلجلان، وعندي 100 غرام ديال القرعه، الزريعه ديال القرعه كي كتشوف موجوده في اي بلاصه. عندي 100 غرام ديال السكر ولا سديده، المهم بغيتو ديروا حبيبات، ديروا السكر بحال هذا الشكل هذا، ولا ما ولا كانت عندكم سنيده ديروا 100 غرام ديال سنيده. كنزيد نخوي عليها كاس ديال الماء صغير على داك السكر باش يذوب ليا. وعندي هنايا 5 ديال البيضات، والطحين دائما على حساب الخليط. غادي ندوز دابا نجيب باش نبدا كنخلط. الفقس هذا كيجي زوين بزاف، كنتمناكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا سر النجاح ديالو. خويت هذاك الماء مع ذوب فيه السكر كي كتشوفوا، كنزيد عليه الجلجلان، زريعه الكتان، الملحه، غادي نزيد هذيك الفاني، غادي ندير البيض، المهم بغيتو ديروا البيض الاول والزيت وتخلطوا، بغيتو المهم كلشي غادي يتخلط في خطره، يعني اللي درتو الاول راه هو هذاك. كنخلط مزيان هاد البيض باش كيتحل. غادي نزيد عليه هاد كاس ديال الزيت وانا كنخلط. كتشوفوا دابا غادي نبدا ندير الطحين ديالي، دائما الطحين ديرو بشويه باش ما يجيكمش قاسح، ولا مهم بشويه بشويه حتى كتحصلوا على العجينه اللي بغيتوا. انا الحلاوه دائما كي كتشوفوا ما كنكثرش، كندير غير القياس، نتوما كل واحد يعني بغيتو تزيدو اللي كتعجبو الحلاوه يقدر يزيد السكر. غادي ندير هاد الخماره ديالي كي كتشوفو،
ونستمر كنخلط هكذا حتى نحصل على العجينه اللي بغيت ونتلاقى معكم. كي كتشوفوا هاني جمعت العجينه ديالي، نسيت القرعه ما وريتها لكمش درتها وما وريتها لكمش، يعني كديروا كل شيء هذوك المكونات في خطره. كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب الطاوط اللي غادي ندخل فيه الفقاس ديالي للفران. نجيب الطاوله ديالي وندير واحد شويه ديال الطحين، المهم غير باش ما يلصقش. غادي ندهن الطاوات. كي كتشوفوا هاني صيبت هاد الثلاثه درتهم هكذا، كندير انا هاد الحجم هذا، ما كنصغرهمش بزاف، ما كنكبرهمش بزاف باش كيجيني زوين. كي شفتوا غادي نبدا نوريكم كيفاش باش ما تبقاش فيه الهواء لداخل وكيبقاو داك الثقبات فيه كبارين لداخل، كيكون خاوي. من الاحسن تبقاو ديروا له بحال هكذا واحد ثلاثه ديال الخبطات باش داك الهواء كتخرج من العجينه لداخل وكيبقى الفقاس كله مقاد. كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا كندير هذا الحجم هذا كيف شفتوا، وكنديرو في الطاوة ديالي. كي كتشوفو كندير القياس اللي انا باغية وكنخلطو بحال هكذا مع بوطاجي. شفتوا كنجيب على حساب باش على التزيين كندير اصفر ديال البيضه، واحد شويه ديال الحليب، غير واحد شويه، وكندير واحد المعلقه ديال واحد نص معلقه ديال النسكافيه. كي شفتوا كنخلطها مزيان هكذا حتى كتذوب ليا، ما كيبقاوش هذوك الحبيبات. ندير واحد القبيصه ديال الملحه باش ما كتبقاش هذيك الزفره ديال البيض. كتشوفوا دابا غادي ندوز ندهن الفقاس ديالي. كنجيب واحد الشيته وكنبدا ندهن الفقاس من كاع الجوانب. هاد الفقاس هذا كيجي ناجح 100% وكيجي زوين بنين في نفس الوقت. كندهنهم كاع الجوانب باش ما كتجيش جهه بيضاء وجهه يعني فيها سميتو هاد البيض. انا كندير الفقاس في الفران عاد غادي نشعل عليه وكنحل شويه الباب ديال الفران وكنخليه يطيب ليا ساعه. هو كيطيب
على خاطر على نار ناقصة. كي شفتو كنجيب واحد الفرشيط وكنمشي بحال هذا الشكل هذا باش كيجيني داك الزواق في الفقاس زوين. دابا غادي ندخلو الفران. كي قلت لكم الفران يكون يعني بارد غير نشعلو. غادي ندخل ليه سميتو الفقاس ديالي وغادي نخليه ساعه على نار ناقصه بزاف. كي شفتو شعل الفران على 145 ودرت ليه واحد المعلقه هنايا باش كيبقى محلول الفران على هذا الشكل هذا حتى كيطيب ليا الفقاس. كنحسب ليه ساعه. كي كتشوفوا الفقاس ديالي ها هو طاب. كي كتشوفوا غادي نخليه دابا حتى يبرد. غنخليه ليله كامله حتى لغدا عاد غادي نبدا نقطع فيه. يلا حتى لغدا ان شاء الله نتلاقاو تشوفوا كيفاش غادي نقطعو. من بعد كي كتشوفوا ما خليته ليله كامله كي الصباح عندي صبحت كنقطع فيه هانتوما على هذا الشكل هذا. هانتوما ثلاثة ديال الطاوات ما شاء الله. وحدة هي عاد مازال غادي نقطعها معاكم بين هنايا. دائما الموس يكون رقيق بزاف ويكون ماضي كي كتشوفو. الحجم نتوما وشنو بغيتو، بغيتو يعني تغلضوا ولا ترقوا. هو ملي كيجي رقيق شويه كيجي احسن. هانتوما ما شاء الله. نستمر هكذا حتى نكملو عندي كله ونديرو يتحمر على نار ناقصه في الفران. الفقاس ديالي بعد ما طاب كي كتشوف كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي طايب وكيجي زوين. مبقى ليا الا نقدمه. كي كتشوفو هاني قدمتو على هاد الشكل هذا ما شاء الله. كيعطي واحد الكميه كبيره بزاف وكيجي زوين. كيجي زوين بزاف وصحي كي كتشوفو بزريعه الكتان وسميتها الزريعه ديال القرع. كيجي غزال هذا الفقاس. كنتمنىكم تجربوه. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها وتابونيو فلاشين ديالي ونتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.